يشرفني ان انا اقدم دكتورنا العزيز الاستاذ الدكتور محمد والي استاذ النساء والتوليد جامعه القاهره في محاضره تحت عنوان اونكو فيرتيليتي ان ابديت. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم على موضوع له علاقه برضه للكواليتي اوف لايف والبريزرفيشن اوف فيرتيليتي افتر كانسر اونكو فيرتيليتي ان ابديت. الاونكو فيرتيليتي ريفيرز تو ذا ميديكال فيلد ذات بريدجز ذا سبيشاليتيز اوف اونكولوجي and reproductive endocrinology with the purpose of maximizing reproductive potentials of cancer patients and survivors. The practitioners لازم يكون عندهم of that field عندهم معرفة بالبوث oncology and reproductive medicine. طب ليه oncofertility؟ الoncofertility ليه بنتكلم عليها اليومين دولت وليه عملنا في القصر العيني وحدة وفتحناها؟ لان بقى في دايجنوزز لكانسر بيشنتس في سن صغير وفي جايلد بيرنج بيريد التريتمنتس بقت مور افكتيف وفي هاير سرفايفر ريتس بقى في اويرنس الموضوع ده والناس بتفكر فيه بقى ديليد في ديليد ماذرهود ل 30 او 40 years التكنولوجي او ار تي والاندوك reproductive medicine بقت عالية وتستحمل ان واحد يفكر في حاجة كده. برضو بقى البيشنس دولت بعد survival وبعد ما كانوا يعني كانوا حاسين ان هم desperate بعد ما ربنا بيشفيهم بينجوا بيبقوا عايزين يعملوا families وبيبقوا better parents. في evidence دلوقتي ان fertility preservation is effective واحنا بنبقى مش عايزين نزود الديستريس على الكانسر بيشنتس بالعكس بنديهم حاجه ممكن تحسن لهم الكواليتي اوف لايف وتخليهم يبقوا حاسين ان هم لسه لهم رول. لازم عشان نتكلم عن الاونكو فيرتيليتي نعرف ان الكيموثيرابي والراديوثيرابي بيبقى لهم ايفكت على الاندوكرينولوجي الاندوكرينولوجي والفيرتيليتي. الفاكتورز اللي بتافكت الافكتفنس او الايفكت بتاع الكيموثيرابي بتبقى الكيموثيرابيوتيك ايجنت اتسلف وده اللي كان هيبقى باين في السلايدز. فاحنا بنقسم الكيموثيرابيوتيك ايجنتس الى ثلاث انواع هاي ريسك وميديوم ريسك ولو ريسك او نو ريسك. كمان البيشنتس ايج اللي هي بتتاخد فيه الكيموثيرابي يعني اما تكون في ميلز اولدر ذان 40 ييرز بنقول ان 5.2 جرامز بيبقوا انف ان هم يعملوا بريماتيور مينوبوز او اوفيريان فيلير وايل ان يونجر بيشنتس 9.5 جرامز ار ريكوايرد. الدوز نفسها اللي بناخدها بتفرق والبيز لاين اوفيريان فانكشن بتفرق. كمان اللي بيفرق الراديكال ولا ادجيفنت كيموثيرابي ولا كان بيستخدم سنجل وكومبينيشن راديوثيرابي كيموثيرابي فور ذا تريتمنت اوف الكانسر. الميجرز بتاعتنا تو ميجر فيرتيليتي اوت كم بتبقى السكندري امنوريا الاف اس اتش الاي 2 الاي ام اتش انهبين بي انترفوريكال كاونت وطبعا اللايف بيرث ريت. ده هو الايفكت بتاع الراديوثيرابي بيبقى عندنا دايركت واندايركت ايفكت
برضو بيبقى يعني according للage والdose of radiation والfield of radiation. زي ما كنا بنتكلم على ان في dose of chemotherapy, في dose of radiotherapy, 14.3 gray to an ovary in a woman over 30 years of age will usually render her irreversibly infertile and menopause, while 6 gray to the ovary in a woman less than 30 years is usually reversible but ultimately brings menopause forwards. It is important to consider the effect of scattered radiation when assessing likely the effects of fertility, and very importantly ان احنا to understand the effect of uterine radiation as it may have a harmful effect on the endometrium and the obstetric complications as implantation. الموضوع بتاعنا بقى اللي احنا بنعمله وبنتكلم عليه دي كانت مقدمه الفيرتيليتي conservation options. احنا عندنا ثلاثه options, surgical وmedical وcryopreservation. طبعا الcryopreservation هي واخدة الرول الكبير, بس برضو هنقول يعني هنذكر الحاجات اللي هي surgical وmedical in short. بقى في فكر مختلف في surgical fertility preservation. كان الحاجة الوحيدة اللي هي بتتعمل كان ovarian transposition, لما يكون واحدة عايزة اديها radiotherapy بقوم جاي رفع الاوفريز وحطتهم في مكان تاني غير الفيلد اللي هي بتاخد فيه راديو ثيرابي. لكن دلوقتي بقينا نفكر ان احنا ممكن نعمل في بعض الاحيان كونايزيشن ان بري انفيزيف سيرفايكال كارسينوما, سمبل اور راديكال تراكيالوتومي انستيد اوف هيستيركتومي فور ستيجز 1A1 كانسر سيرفكس, سيستكتومي ان ايرلي بوردر لاين اوفيريان كانسر, او يونيلاترال ادينكسكتومي ان ستيج 1 اوفيريان كانسر. ده لو واحده صغيره طبعا واحنا we want the fertility. Ovarian transposition زي ما احنا قلنا دي كانت الاقدم حاجه تتعمل. The objective was to decrease irradiation dose. والسيرجيكال كليبس بيبقوا يتحطوا على lower edge of the inferior border of the ovary to help radiotherapy planning and dose evaluation. Endocrine function was preserved in 60 to 80% of cases. Spontaneous pregnancy were possible. Many concerns with higher incidence of ovarian cysts and pelvic pains or proper surgical techniques and skills remain crucial. Medical fertility preservation option, هو ما فيش غير long acting RH analogs with pre-treatment before using the gonadotoxic chemotherapy. برضو it is controversial. انها بتديوس ذا اماونت اوف بريمودير فوليكلز, سبريشن اوف اوفيريان سايكلينج وريديوس اوفيريان بيرفيوجنج ذس ريديوسينج ريليتيف دوز اوف كيموثيرابي ودايركت افكت اون ذا اوفري. ممكن تعمل اكستند الفيرتيليتي ويندو اب تو 7 ييرز وريديوس ذا بروبورشن اوف كيسز ديفلوبينج بريماتيور اوفيريان فيلير فروم 40 تو 10%. في كلام بيقول لك ان اصلا البريمودير فوليكلز والبرايمري فوليكلز ار نوت سنسيتيف تو جي ان ار اتش انالوجز, وموست ستاديز كونسيدرز امنوريا, لكن وهي اصلا بريدكتور ويك بريدكتور للاوفيريان فانكشن. في كمان بيقولوا ريجاردنج السيفتي ان انا الانيشال فلير ممكن يعمل اوبوزيت افكت. كمان some tumors would express the GnRH receptors, وفي الطريقة دي أكون أنا أكون بزود المشكلة أكتر. دخلنا بقى في اللي هو الكلام اللي هو فعلا مفيد وبيتعمل وابتدينا نطبقه احنا حتى في مستشفى جنة وعملناها. الكرايوبريزرفيشن, والكرايوبريزرفيشن ده process of preserving cells, tissues, organs, or any biological material at minus 196 degrees centigrade in liquid nitrogen to maintain their viability. Storage اللي احنا بنعمله يا اما embryo cryopreservation, كلنا طبعا عارفين من لما بنشتغل السايكلز بتاعت الاكسي والاي بي اف ان احنا
في الاغلب من بنحوش او كراي بريزرف الامبريو. والاوسايت كراي بريزرفيشن برضه كتير منا بيبقى يجيله دلوقتي سواء انسات لسه ما اتجوزوش او حتى سيدات واتجوزوا ودلوقتي ما فيش نصيب من مطلقات وعايزين حاسين الوقت بيعدي بيهم وعايزين تو بريزرف الاوسايتس. فاحنا كل ده احنا شفناه. اخر حاجه الاوفاريان تيشو كرايو بريزرفيشن دي بقى بتكون بيشنت عندها كانسر ودايجنوست ومحتاجه تاخد تريتمنت. فدي البيشنت هتبقى تبقى دايجنوز من الميديكال اونكولوجيست وبيبتدي يبعتها لنا ويقول لنا انا عايز اعمل اوفاريان كرايو بريزرفيشن للبيشنت دي. بالنسبه للامبريو كرايو بريزرفيشن ات از سوتبل فور ادلت ويمن ان ستيبل ريليشن شيب. طبعا اتس لونجر تكنيكال اكسبيرينس وذ ان افريج اوف اوفر 45% to 60% live birth with less technical challenges and highest number of live births worldwide. وبعدين it allows also PGD. طب ايه مشكلته؟ ان احنا بنحتار نعمل ovarian stimulation not suitable at all for prepubertal girls and needs sperms from the partner and loss of reproductive autonomy. الاوسايت كرايو بريزرفيشن بيبقى فيها reproductive autonomy with no need for partner sperms and suitable for adults and older teenagers who don't have a current partner. Implantation rate ممكن يوصل من 20% to 40% with pregnancy rate per transfer from 40% to 60%. With verification recently داخل في الموضوع وحاسس النتائج قوي ال oocyte cryo preservation ل almost 90% survival. ال disadvantages برضو انها needs controlled ovarian stimulation not suitable for pubertal girls with technical difficulties. احنا محتاجين على لو واحده فوق ال 40 تحت ال 40 بيبقى محتاجين at least 8 oocytes ولو واحده فوق ال 40 بيبقى محتاجين more than 8 oocytes. وده هنتكلم عليه برضو دلوقتي هل بيبقى سهل ولا صعب الحدوثه. برضو من الحاجات المهمه ان في الحالات دي اللي هو هنعمل فيها امبريو كرايو بريزرفيشن او اوسايت كرايو بريزرفيشن هنعمل ستيميليشن بايه وهنعمله ازاي؟ لا احنا بنستخدم احسن الانتاجونست بروتوكول وممكن نعمل تريجر بالجي ان جي ان ار اتش انالوج. بنعمل راندوم او دبل ستيميليشن يعني ممكن نبتدي في اي وقت في السايكل ومجرد اما نسحب نبتدي نعمل تاني انذر ستيميليشن. ممكن ندي ان انتي استروجنز عشان ازلاتروزول ميبي نستخدمه وما فيش مشكله خالص لو استخدمنا هيومن منوبوزل جونادوتروفينز. من الحاجات المهمه اللي كنا بنتكلم لسه عليها هل الكانسر هيأفكت ال It's cancer. It is metabolic disease, which affects the خضرة بتاعت السيدة نفسها. It's a cancer. فهل الكمية والعدد والquality of eggs اللي هتبقى طالعة من patient دي هتبقى زي لا ال studies بتقول إن هما مختلفين. برضو elevation of stress hormones و alterations في the pituitary hypothalamic axis are to be blamed. في conflicting كمان studies لل effect of ovarian stimulation على cancer نفسه. ال ovarian tissue preservation هو ده المهم. It preserves both fertility and endocrinological functions. May result in spontaneous pregnancy. Only option in prepubertal girls. No longer an experimental approach. ال disadvantage بتاعتنا risk of malignancy seeding, technical challenges, and low birth rate till our present time. التكنيكس اللي بتتعمل. ال ovarian tissue احنا يا اما بناخد ال cortical slices يعني بناخد حتت من الاوفري
يا اما بناخد the whole ovary. الكورتيكال تيشو it was the older technique ومور ريبورتد لايف بيرث. ساعات بيبقى في difficulty انه يتاخد وبيعمل ريلاتيف اسكيميا فبيضيع جزء من التيشو اللي احنا خدناه. الاولد تيشو بيبقى فيه فاسكولار انسلوزز ولس ريسك اوف اسكيميا بس ات از هاير ريسك اوف ريسيدنج اوف مالينسي وتكنيكال تشالنجينج وجريتر ريسك اوف كرايو انجري. احنا الفريزنج بتاعنا يا اما في ديبيت دايما بنعمل فريزنج يا اما بنعمل الريسنت فيرتيفيكيشن. السلو فريزنج till our present time مع الاوفيريان تيشو هو ده اللي بيستخدم مش الفيرتيفيكيشن. يعني هو طبعا احتمال ان هو بعد كده يبقى يستخدم اكتر الفيرتيفيكيشن لكن دلوقتي هو السلو فريزنج هو اللي بيستخدم اكتر. حتى السوينج بيبقى له طريقتين برضو بعد ما بنجمد عايزين نفك الكلام ده بيبقى في طريقتين يا اما سلو ثوينج يا اما ال شورت سوينج. الطرق بتاعته مختلفه لكن السلو ثوينج هو اللي بيستخدم بريزنتلي. اما بنيجي نرجع الاوفيريان تيشو يا اما بنرجعها في مكان الاوفري اللي هو بنسميه اوتو ترانسبلانتيشن اورثو تروبيك او بنرجعها في مكان تاني اللي هو هيتيريوتروبيك. يعني في بنركبه بنحطه في الانتير ابدومين الوول بنحطه في ريكتس شيس بنحطه في الكيوبيت الفاسة مكان تاني غير المكان اللي اصلا هو فيه وده بيبقى له ميزه وده اللي بيبقى له ميزه. الاورثوتروبيك بيبقى مور سكسس وبيتر كواليتي اوف اوسايت لان هو في مكانها مور لايف بيرث وتشانسز اوف سبونتينيس بريجنسي از بريزنت بس بيبقى مشكلته لو في pelvic adhesions وكانت واخده ريثيرابي او عامله عمليات ومور ديفيكلت تو فولو اب. الهيتيروتروبيك بيبقى ايزير بروسيدير بتحط في مكان سهل افويد pelvic adhesions بس المكان بتاعه عشان هو سب اوبتيمال تمبرتشر وديفرنت لوكال انفايرمنت بيبقى لو كواليتي اوسايتس واللايف بيرث بتبقى اقل. البوتنشال اوف بريجنسي Once the patient is cured from the malignant disease, the tissue can be thawed and then transplanted for the possibility of restoring full ovarian functions. Following autotransplantation, patient showed resumption of ovarian activity. First menses ممكن تيجي in 14 to 25 weeks, where follicular activity from 8 to 21 weeks. ودي الstudies اللي بتقول نسب النجاح عموما. البريجنسي should be delayed at least one year. Preconceptional counseling with special attention زي ما قلنا للإفكت of radiotherapy والإفكت of both effects بتاعت radiotherapy على البريجنسي والبريجنسي complications. هل في ريسك لل مع الأوفيريان transplanted ovary اللي هي الكاريو بريزيرفد ان يحصل ريكارنس اوف كانسر؟ في بعض الكانسرز زي الكولوركتال والجاستريك والاندوميتريال واللوكيميز از كونسيدرد از ا كونترا اندكيشن لكن الستاديز اوف ليمفوما بيشنتس وكانسر بريست كلهم ما حصلش منهم ولا اي نوع من ريكارنس ولا الميتاستس. التشويس اوف موداليتي الارت اوف Oncofertility is to choose the right technique for the right patient. It is the art to achieve the best oncological and fertility outcome depending on several factors. These factors are age, BMI, social habits, medical and family histories, type and stage of the disease, and urgency for the treatment, together with the available ovarian reserves. Areas of the debate still, there are risks of seedling of malignancy, patient selection, impact of radio and chemotherapy on the pregnancy outcome, impact of pregnancy on the patient's survival and disease-free survival time. Recommendations, a multidisciplinary medical team is necessary. The team should include a medical oncologist, reproductive surgeon aware of fertility reservation techniques, psychotherapist in collaboration with a well-established assisted reproductive unit.
strict legal and ethical considerations for the safety, extending indications, age limits, tissue custody, time limit for storage, and ovarian banking. In conclusion, fertility preservation is a valid option for cancer patients in the reproductive age group. Optimal cancer therapy should always supersede fertility preservation. ما نفكرش في البريزرفيشن، نفكر في كانسر الأول، لكن نحطه برضه في حساباتنا. Embryo, oocyte, and ovarian tissue preservations are well known and established methods of fertility preservation. Further research is needed to perfect the field and master methods of fertility preservation. Thank you very much for your attendance. شكرا جزيلا استاذ دكتور محمد والي على المحاضره الممتعه دي.